اهلا بكم من جديد، بيت للكل. نعود الى استوديوهاتنا في القاهره، نعود لمصر، وبعد حلقتين من الخيال في فلسطين. اسمحوا لي في البدايه ارحب بكاثي وياسمين، اللي بجد احنا افتقدنا كاثي اكيد ياسمين في حلقات فلسطين، لكن صدقيني كاثي وياسمين حلقتين من الخيال. يعني بعد اللي شفناه في فلسطين، الصمود، الجمال، التحدي، حياة الناس اللي بيعدوا على المعابر والابتسامة من هنا لهنا، حياة الناس اللي بيروحوا المدارس وهم سعداء رغم ان الاحتلال ممكن يبقى واقف على ابواب المدارس، بجد تحدي كبير جدا، واحنا مكملين معاكم التحدي ياسمين. اكيد انا بدي ارحب فيكم كمان مره، وكافي اكيد كنا مفتقدينك ونتمنى تكون معنا في الحلقات ان شاء الله. وهي فعلا رحله من الخيال كانت لفلسطين. قديش احنا كنا سعيدين بوجودكم وبوجود حازم والطاقم الجميل الرائع اللي ترك بصمه في قلوبنا، واحنا اشتقنا لكم كمان في فلسطين. كانت رحله جميله. انا حابه احكي بعدين من الخيال كل الكواليس اللطيفه بقى، حابه احكي لك بس خلاص. انا بتشوق جدا اعرف تفاصيل هذه الحلقات وللامانه كانت حلقات ساحره. المشاهد العربي كله اشتاق لأن تظهر فلسطين كما ظهرت بهذه الحلقات، فيعطيكم العافية. الله يعافيك.